كابتن شريف، مباراه اعتقد جيده جدا، وان انت تفوز في مباراتين في 72 ساعه او في 3 ايام وبنفس التشكيل اعتقد كانت مفاجاه الحقيقه، لانه الكل كان متوقع على الاقل هيلعب بثلاثه في وسط الملعب ويليق، لكن هو بالفعل مفاجاه اللي هو عملها ان هو لعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه المباراه الاولى. بنبارك لهم الاول طبعا، بنبارك لهم على الثلاث اهداف اللي هو على الارض اللي لعبوا عليها كمان، يعني لعبوا على الارض صعبه جدا ان هم يترجموا بهذا المكسب الكبير، فدي مجهود كبير وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني. وزي ما انت قلت المدرب بعت رساله للمدرب الثاني قال له انا جاي هاجم مش جاي ادافع بثلاث لعيبه في وسط الملعب، واسلوب اللعب بتاع المنتخب اللي هو اسلوب المثلثات، كل لاعب يبقى معاه كوره بيظهر له اتنين كمان. كابتن مال قال لك اتفرجوا على التقسيم اللي بتعمله امبارح، على امبارح خدوا منك شويه وعملوه لا ابتدوا يلعبوا لمسه واحده. انا اهم حاجه امبارح ان انا اللي خدت الكاس. هو ده انت روحت بيه؟ روحت انا ملك ده. ده حصل، ده نام جنبك. انا كنت هجيبه لك النهارده. اتفضل. ف الاسلوب اللي تناول بيه اللاعبين الهدوء، ايوه، في التعارف في اول مباراه زي ما احنا قلنا. اي نعم كان على ارضنا، كان في تكوين منتخب لسه جديد، مرموش في الناحيه الشمال اول مره بيلعب، بينسجم مع صلاح ومحمد مصطفى. طبعا انا ك مصطفى محمد، مصطفى أيوه. محمد انا ك لعيب رحت وشفت واتفرجت على المنتخب، وجود محمد شريف كان ضروري جدا في أيوه. في المنتخب أيوه. افشه حسيت بغيابه، يعني في كذا من حد من اللعيبه انا كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين زي اللعيبه اللي بتشترك أيوه. في 30 دقيقه زي النهارده رمضان صبحي أيوه. لما نزل حوالي 30 دقيقه او اكتر على ما اعتقد، عمل شكل وعمل حضور وعمل حاله وعمل جاب هدف جول. وجاب جول